حياكم بحلقة جديدة مستر مواتر. كالعادة سيارة جديدة وحلقة جديدة وسيارة اليوم رائعة. طبعا الريفيو يمكن يكون شوي بوزيتيف، يمكن يكون إيجابي كتير، لأنه عن جد هاي السيارة كتير بحبها. السيارة اللي حكي عنها اليوم هي الكاديلاك سي تي اس في. عم امزح معكم، مش هاي السيارة. السيارة اللي حكي عنها هي شبيهة الكاديلاك سي تي اس في، فيها نفس المحرك، شايلين المحرك وحاطينه عليها. باختصار شايلين الأشياء الكويسة يعني اللي هي زي المحرك، والأشياء اللي شوي مش كتير كويسة زي الناقل سرعات كابينه وحاطين عليها ناقل سرعات جديد. السيارة اللي حكي عنها اليوم هي الكامارو ذات الألوان اللي شايفينها وراي، وهي مش الكامارو ذات الألوان 18، هي 19 اللي هي تعتبر الفيس ليفت أو التحديث تبعها. فحتلاقوا فيها فروقات صغيرة مش كتير كبير، يعني الامام تقريبا نفس الشيء، بس الفرق الكبير ولا الفرق الاساسي موجود بالخلف السياره. هلا معنا اليوم كمان اللي يحكي لنا عن السياره اخوي سامر. حياك سامر. هلا والله. وين شارد؟ خليك تصور السياره بالاول. شو الموتر صح؟ ايه. هلا الكويس اللي حنحكي عنه اليوم انه انا عندي سي تي اس في، سامر عنده زد او 6، فالاثنين عندنا نفس المحرك الموجود هون، ال تي 4 انجن. يعني انت مجرب ال تي 4 على زد او 6 وانا مجربه على سي تي اس في. على زد او 6 وعلى زي ال 156 وعلى ال سي تي اس في 42. وكمان عندنا ثلاث غيارات مختلفه طبعاً. يعني عندك على سي تي اس في ال 8 سبيد اوتوماتيك، عندك على الزد او 6 المانيوال 7 سبيد، 7 سرعات، والزد ال 1 هاي صار فيها 10 سرعات اوتوماتيك. المحرك نفسه نقل سرعات نفسه من 18 صح؟ مزبوط. بس الشكل الخلفي شوي تغير. هو الشكل الخلفي ومن جوا التحديث كثير صار فيه من جوا بالشاشه وبالانسترومنت كلاستر وهيك، بس بالان جنرال السياره ما كثير تغيرت من برا غير من ورا على التيل لايت. بتطلع على الامام بتشوف الوشه جدا عدائيه، يعني بتشوفوا فيها فتحات للتهويه او للتبريد من الاول للاخر، تحت فوق يمين يسار، وكلهم عمليين، يعني ما في شيء بس للمنظر. بتشوفوا هون حتى شعار الشيفروليه، شوفوا كيف مفرغينه، يعني فيك تدخل ايدك من جوا. ما حبوا يسكروك المال حتى هذا الشعار يمرق منه التهويه للسياره. طبعا بتشوفوا من الامام غطى المحرك الضخم الجبار اللي بيوحي لك انه شو في تحت الغطاء، انه في محرك جبار ايضا. وبتشوفوا هالقطعة الكربون فايبر اللي بيجي تحتها السوبر تشارجر، وهي القطعة كمان جدا جميلة وخاصة انها هي عملية. فبتشوفوا هون في فحات تهوية اللي هي عملية ايضا. الجناح الامامي، الجناح هذا ما بيجي كربون، بيجي لون اسود. انا بالنسبة لي بعد تجربة الكربون يعني بلاحظ انه الاسود افضل، لانه اذا خبطت ترصيف ولا شيء فيك تظبطه طبعا. وبتشوفوا هون الرنجات قديش كبيرة، قديش الرنجات ضخمة، اتوقع هاي الرنجات 20 انش. بتشوفوا البرامبو بريكس 6 بيستون بالامام. كمان بتشوفوا هون السايد سكيرتس اللي على الجنب من اول سياره لاخرها، هدول بيساعدوا بالداون فورس طبعا. وبتشوفوا بالخلف هون اكثر شيء السياره متغيره. اول شيء متغير هو هاي الاناره الخلفيه. هلا الاناره الخلفيه لما تطلعوا عليها اول مره بدك وقت يعني تتعود عليها، في ناس حبوها في ناس ما حبوها، بتحسهم بتحديث من اللي قبله مزبوط، ولكن هل اجمل ما بعرف. طالعين شوي 3D من مكانهم وفيهم الخط اللي بالنص، فصار فيهم غمق اكثر يعني وفيهم تصميم اكثر. وشي فرق هون انه صار في هذا الخط اللي بيكسر البامبر بالنص من الاول للاخر، هذا ما كان موجود. والشكل اللي حوالين اللوحه تغير كمان، صار شكل هذا زي خليه النحل الهوني كومب، يعني الست اضلاع يعني فيه. غير هيك بتشوفوا وراء الكواد اكزوست، اربع اكزوست على الاربع على الجهتين، والجناح الخلفي. هلا صار في هون كمان المرايه تتحول لكاميرا، فبتشوف اول كاميرا هون، هاي للمرايه اللي عم بتسوق، هاي اذا بترجع ريفرس. فهي الكاميرا بتكون شغاله حتى لو انت ماشي لقدام، فيك تستخدمها بدل المرايه اللي بالنص. شيء صغير يعني مش كتير مهم، انا لاحظت انه غيروا مكان زد الوان. هذا اللوجو كان شوي يمكن اعلى او شوي على اليسار، بس بحسهم متلخبطين شوي، كل فتره بحطوه بمكان يعني ما عارفين بدهم يحطوه. هو فعلا مكانه صعب لانه هون ما في مكان تحطه، هاي كلها فيها كسرات، فصعب كتير تختار مكان. هون حيكون زاويته لفوق، فمضطرين يحطوه بهاي المنطقة اللي هي شوي واطية وغير تقليدية يحطوا فيه الشعار. خلينا نسمع على صوت الإكزوست. ما شاء الله على الصوت. داخل ما تغير كمان من 18 ل 19. بتشوفوا مقود القيادة اللي فيه الألكانتارا، جدا مريحة للمسكة. ايضا بتشوفوا في هون الاناره المخفيه اللي لونها احمر، تشوفوها بالابواب، وهي موجوده بكثير اماكن، يعني حتى هون حوالين الشاشه بتشوفوا نفس الاناره المضويه. بتشوفوا انه هون داخل فيها الكربون فايبر واللي هو كمان تفصيل جميل. وبتشوفوا هون السيستم الجديد اللي نزل عليه التحديث هلا، واستخدامه صار اسهل وصار اجمل وصارت استجابته احسن من قبل. تشوفوا حراره المحرك، حراره الزيت، السوبر تشارجر، كل شيء موجود هون. هلا زي ما حكينا برا انه صار في كاميرا خلفيه للمرايه، فبتشوف هاي المرايه ما كثير واضحه، بتعملوا هاي الحركه بتتحول لشاشه. هاي الشاشه ايضا فيك تتحكم فيها فوق وتحت، بتكبس على هذا الزر، بتكبس هون بتطلع لفوق اذا بدك،
تنزل لتحت، فبتختار المنطقة اللي بدك تشوفها أنت وعم بتسوق. طبعا نحن ما حتشوف فيها حشيش، حتشوف فيها سيارات أنت ماشي على الشارع. خلينا نطلع لف فيها هلا للسيارة. هلا طبعا السيارة 650 حصان وهاي الباور كله ما حدا يستعمله على الشارع، بس حنجرب سواقتها، حشوف كيف مقارنة بالسيتي اس في اللي عندي كيف بتسوق. هلا هاي السيارة اتوقع وزنها 1750 تقريبا، 1760 هيك شيء، يعني اقل من سيارتي بحوالي 100 كيلو. فهل الوزن ملحوظ فيها ولا لا؟ هلا ببين. نفس البلاتفورم مبنيين عليه اللي هو الالفا بلاتفورم، سي تي اس في والكامارو. هلا شيء ثاني لاحظته حلو هون ومش موجود عندي بالسي تي اس في هو الكراسي فيها تبريد، يعني مع انه هاي الكراسي سبورت فيها تبريد. عندي بالسي تي اس في الكراسي اللكجري الكراسي الكومفورت بيجي فيها تبريد، الكراسي السبورت الريكارو ما عليها تبريد. هلا السيارة فيها ثلاث وضعيات للقيادة، فيها التورينج اللي هو الكومفورت، يعني بتكون سيارة صوتها شوي واطي. الجنبينات ما قلنا انه فيها ماجنتيك لايت كنترول، يعني تحكم مغناطيسي، فلما تحطها على التورينج او على الكومفورت بكون شوي اريح، لما تحطها على السبورت بصيروا اجمد شوي. وعندكم كمان التراك اللي نزلت فيها على الحلبة، بخفف من التراكشن كنترول او من نظام الانزلاق، وبزيد من صوت الاكزوست، وبتلاقوا الستيرنج ويل كمان صار شوي رياضي وصار اي بس شوي. اول فرق بتلاحظوا ان الصوت كتير عالي مقارنه بالسي تي اس في، يعني سي تي اس في مكتوم فيها الصوت. هون بتسمعها، بتسمع المحرك، يعني عندي بالكاديلاك بتسمع تقريبا 70% من المحرك من السوبر تشارج و30% من الاكزوست. هون بتحس 60% من الاكزوست و40% من المحرك من السوبر تشارجر. وطبعا في ناس بتعشق صوت السوبر تشارجر، بس انا بالنسبه لي حلو تسمع الاكزوست، صوت الفي 8 حلو انه يطلع بالسياره. صوتها ما بتحتاج اكزوست، يعني ما بتحتاج تعلي صوتها اكثر من هيك يعني ابدا. هلا بعدين نقل السرعات العشر غيارات، اذا تاركوا على الاوتوماتيك غياراته كثير حلوه، كثير بغير سلس وما بتحس اي خشونه بالتغييرات زي الكاديلاك عندي. وبعدين بتحس حتى العشر غيارات الشيفت سبيد تبعه والريسبونس، يعني بتفكروا بي دي كي قد ما سريع، خاصه لو الار بي ام عالي. على الار بي ام العالي ايه، وعلى الثروت القوي بالاب شيفت دغري، يعني اول ما تدق البادل بتقلب. وبعدين فيه شغله حلوه هيدي هي لسه عم اقول لك، هيدي ما في منها على زد او 6. هلا هن عملوا ديوال بورت انجكشن، فعندك انجكترز على السلندر دغري، وعندك انجكترز بالمانيفولد، فهيدا بيساعد بيعمل اوفر ران شوي، بصير فيها السياره على الداون شيفت بوبس وبوب كورن وهالصوت اللي سمعته من شوي. فرقعه. ايه. طبعا هلا حنفرجيكم تجربه التسارع، ما حنعملها هلا، حنعملها بيوم ثاني بمكان ثاني، حنحط لكم اياها بالفيديو بس لتشوفوا التسارع تبع السياره من 0 ل 100. هلا انا بالنسبه لي مقارنه بالسي تي اس في ومقارنه بالزد او 6، الكامارو زد ال 1 هو الخيار الافضل. اولا لانه الكامارو ارخص من الاثنين، ارخص من سي تي اس في وارخص من زد او 6. المحرك نفسه من السيارتين موجود نفس المحرك، ناقل السرعات افضل من سي تي اس في، فيها 10 غيارات. ثالث شيء لانه الكامارو ارخص وحده فيهم، يعني عم تحصل على نفس المحرك نفس القوه بسعر اقل. الكامارو وزنها اخف من سي تي اس في، اقل تقريبا 100 كيلو، بس طبعا اذا انت بتحتاج الاربع ابواب، اذا انت عندك عيله طبعا حتكون احسن لك سي تي اس في. بس بشكل عام يعني اللي بده سياره رياضيه، اللي بده احسن فاليو فور ماني او احسن قيمه بالنسبه للفلوس اللي عم يدفعها، زد الوان هي افضل الخيارات. انتم شو رايكم، اي افضل اذا بدك تختار واحده من الثلاثه، سي تي اس في،
كمارز L1 او الكورفيت Z06 شو بتختار؟ خبرونا بالكومنتس تحت، وما تنسوا تعطونا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم بالحلقة الجاي، ومع السلامة.